لازم نحكي. كارولين، عم قلك حطلق جميلة بكل الأحوال، بس بالأول خلينا نطالعها. بعدين مو كان هيك اتفاقنا؟ ليش غيرتي كلامك وحكيتي للشرطة؟ شو نحن عم نلعب كارولين؟ المشكلة أنت بس عم يقول بدك طلاق، أما جميلة ما قال أبداً. شو يعني هالحكي؟ أنت لازم يشوف جميلة رح تقبل طلاق منك هلأ؟ فهمي علي، أنا متأكد منيح جميلة ما عاد ترضى تعيش معي بعد اللي صار لو شو ما كان. شو بيعرفك؟ أنت شو بيعرفك إنه ما حتطلق مني؟ أنا بحس مثلها لأني مرة. جميلة بيكرهني ومو سهل بفكر ينتقم منه. أنت روح طلق وأنا بعيش معك. جميلة بيطلع، إذا مو هيك جميلة بدها أنت. لو أنت معي أنا من بداية القصة أنا معك بكل شيء، بس لو ما أنت اشتكيتي للشرطة وخربطتي الدنيا كنت طلقتها وانتهى الموضوع بسهولة. شو بسهولة؟ يعني سهل. وين السهل؟ هاي أنا عندي شرط أول. ماشي قولي. أنا بدي أنت. فهمت؟ سهلة. أنت بيحكي بالموضوع وجميلة بس يقبل بشرط طلاق وأنا شو؟ بتسحب الشكوى. تمام، هيك بيسحب شكاية تبع أنا، هيك بيكون أحسن. ماشي، أنت بتروحي تسحب الشكوى وجميلة بتطلع وبتسقط الدعوة والكل مبسوط.